Bonjour, madame et mademoiselle, messieurs. Maintenant, on va voir une vidéo des chats Zena, intelligents Zena, nous sommes tous chez Hangul. Zena, c'est des races ouais. Vous pouvez vous réveiller, 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 الملخص في الفيديو هذه تبغي تلاح على هذيك تدير الصوت ولكن سكينة تطيح على رجليها وما عندي ما ندير ليها انا دابا تبقى تطرح فيها يعني ما عندهاش الاحساس بهذاك الشعور المتبادل. ننتقل دابا للفيديو الاخرى تنشوفوا هاد الوحشة يعني هاد القطة يعني هاد الوحشة فهمتوني الشرح ونقول لكم هاد الوحشة هي احسن شاة في العالم، مش احسن شخص في العالم بالمعنى الحقيقي ديالها ولكن بالمعنى الافتراضي ديالها، يعني انه المعنى الحقيقي. وبعد ما نقول انه المعنى الحقيقي فان هذه مش صغيرة طبوزية تفعله. نكمل الان ماذا نكون قلنا الان من الاول، يعني ان هذه المشة الصغيرة سوف تقوم بعمليات النهب والتمحيص والتشريد والقتل والنهب والسرقة، ومع ذلك سوف نعطيها جنحة القتل، ومن هنا سوف نديها إلى المحكمة وسوف أدعوها لتحضر في التلفزة ديال المداولة المخصصة في المغربية. الآن في هذا الاستوديو الكبير الضخم جدا في كازابلانكاش عند مراكش عند كونيتريش، هنا نلاحظ ان هذه القطتين وخمش دياولي انا هادشي عشت بعينيا ودمشت بيناتهم، بس انا عارف اني كيفاش داير واخا ما عمركم ما شفتوشي واخا تصوت في هذا تنهضر به ما تعرفونيش. المهم انا غنقول لكم في تنسكن، سكون ما غنقول لكمش في تنسكن، سكون وانتم عارفين دابا اش كاين. ودابا باش تنميتو غنتلقى لكم واحد المزيكا سميتها بونطا.